عايده ما كانتش حتى سمعت التليفون عدل. اقطع دراعي ما كان صاحبك عامل عامله. حرام عليك يا ماما، فريد طيب وغلبان. مفيش غلبان غيرك. دي عايده وانا بقول لها ان فريد هيتاخر، لو كنت شفت وشها تقول انها هتعيط. ده ما كانتش قطعت روحها من العياط قبل ما اروح لها. انا كنت بقول اول ما اتجوزوا ان هي اللي بتنكد عليه، بس اللي انا شايفاه دلوقتي ان هي عيني بتدبل، وهو يا اخويا تقولش عريس جديد. انت بتاكلش ليه؟ باكل يا ماما باكل. اوعى تكون نفسك مسدوده او شايل في قلبك حاجه بسبب موضوع اللي اسمها ساره دي، ولعلمك دول كانوا داخلين على طمع. لولاكش بس انا كنت حساك يعني اللي في قبول جواك من ناحيتها، انا ما كنتش وافقت على الجوازه دي ابدا. دي اصلها بارد، ثم صدقت تلاقي عريس طول بعرض ومن عيله، هي كانت هتلاقي زيك فين؟ معلش يا ماما، كل شيء اسمه نصيب. وانت نصيبك هيبقى زي الفل. حكم انت عارف الحاجات دي لما بتتأخر بيبقى عشان حاجة حلوة هتحصل في الآخر.